السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حباب قلب؟ ادم عاملين ايه؟ طبعا فيديو النهاردة في حمام للبيع، احنا نازلين السوق بكرة، والمرة دي بقى احنا هنبيع الحمام بجد عشان انا زهقت من الزغالي الصراحة، بقوا يركنوا مني وبتاع، فانا زهقت من المشي عامة. فالزغالي اللي انا هبيعها انتوا عارفينهم تمام، وهنعمل تاني اهو نوريكم بس الزغالي عشان في ناس عايز تطمن عليه. تعال بص، هو 24 ساعة جعان بس انا لسه مأكله عامة، يعني بصوا لسه مليله المعدة على الآخر ومشربه مية برضك، يعني أنا مش حرمه من حاجة، ومعدة مليانة لو بصيته حتى تلاقيها مليانة، مش حرمه من حاجة خالص. ليه 24 ساعة جعان بقى؟ أنا عايز أفهم. طب أنت ليه بتهز كتفك كده؟ عايز تشرب؟ هنشربك. حاضر، أهي السرنج جاي، هنشربه مية بعد ما نخلص الفيديو عشان هو بيهد من مية بسرعة. الزبلية بتاعته مظبوطة طبعا، ماشي خلاص. يلا بينا نخش نشوف الحمام للبيع. الدكرين الباكستانيين اهم اللي راكنين دول للبيع، انتوا عارفينهم طبعا، لو ما شفتهمش شوفوا الفيديو اللي فات. مين تاني للبيع؟ قولوا معايا. دكر الزاجل، هننزل بالسوق نبيعه تمام، هننزل بالسوق نبيعه ده، هنجيب له بتاعه واحنا راجعين، اللي هو البوازة. ومعناه ايه تاني للبيع؟ في مين ده؟ ابنهم، واحد من ابنهم مات بقول الله، واحد بس اللي عايش هو ده، مش عارف مات ليه بقى، مع انه مأكلين ما شاء الله وملبنينه حلو ومدفينه مش حارمينه من حاجة. ده للبيع، بيع كل واحد اهو. هنزل بردك بالسوق بكرة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لسه هيعمل طول، هو لسه طبعا ايه صغير، بس لسه هيطول اكتر من كده. تقليب قدام عينيكم اهو، مفهوش غلط، فرد الحمام مفهوش غلط تمام. ده وفرة سودا مش بيضة اهو، مفيش غلطة تحت جناحاته بديله بتاع، فرد الحمام مفهوش غلطة خالص. نوعه اسود غزار، اللي ما يعرفش نوعه، نوعه اسود غزار، وده الناس اللي سألت عليه اسود غزار اخو ده، بس ده ضعيف، فانا اكلته لوحدي، اكلته يعني بايدي عشان ابوه امه ورموه مرضوش ياكلوه، اللي هو القص التحضين يعني اهو. بسم الله ما شاء الله. فانت لو عايزين بردك زغلل اسود غزار معانا، ما فرد الحمام بردك مفهوش غلطة ولا متعور ولا حصل له أي حاجة. فرد الحمام ما شاء الله بياكل أهو، واكل من أبو أمه، وبياكل لوحده ويشرب لوحده كسريش أهو، خلاص يعني يومين وهيبدأ إن هو يكسريش تمام، يومين بالظبط. فاللي عايز بردك حاجة من الزغل يكلمني زي ما قلتلكم أنا معاكم. واستنوا بصوا بقى، بس في كشك زغلول، الكشك القمري والزغلول الزغلول الصغير، هما الاتنين راكنين تمام، احنا هننزل بيهم السوق ان شاء الله باذن الله بكره. ومش دول، في واحد كشك قمري وواحد زاجل ايه اخو ده، بس انتوا عارفينه يعني، بس هما راكنين دلوقتي. في ايه تاني للبيع؟ قلنا لكم الزغلول الغزار والزغليل والزغلول الدكر الزاجل والدكرين الباكستانيين والدكر الانجليزي، كل دول هننزل بيهم السوق. رقم تليفوني 012-760-55-724، 012-760-55-724. محدش يتصل بقى ويقول لي ما في شحن، لا ما فيش شحن، ولا تكلموني واتس، انتوا هتترنوا عليا. ادهم، احنا هنقابلك في السوق السيده عائشه، انا نازل بكره سوق السيده عائشه، عايز تشتري الحمام انزل بكره سوق السيده عائشه وشوف، انا هبيع الحمام، عايز تشتري قابلني وهنشتري. لكن ما انا ما بشحنش حمام عشان ما ترنش على الفاضي وتقول لنا ايه بتشحن حمام ولا لا، انا مش هشحن حمام تمام، وانا من الجيزه، سوق السيدة عيشة اللي في الجيزة تمام. ولو وصلتوا لغاية هنا اللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله بإذن الله اللي جاي هيبقى أحسن تمام. هنبيعهم طبعا بسبب ان هم مالهمش لازمة، الزغاليل والدكر ده بردك ملوش لازمة، بياكل على الفاضي. والكام دكر دول؟ ثلاثة دول، ده ده والاتنين دول الباكستانيين، بس هم راكنين اهم تمام. بصوا احنا هنعمل ايه بقى جديد، هنشتري بتاع البوازة، ونعمل ايه تاني؟ ممكن نجيب الدكر الانجليزي ده نحطه هنا ونجيب له نتايه،
ظبط يعني الدنيا كده، وان شاء الله باذن الله عايزين بس ايه ننظف من الحمام اللي عندنا. يعني الانجليزي ده اتذكر والنتاب 150 جنيه، ده كده يعني رخيص، احنا هنبيعه فاهمين. احنا بننظف من الحمام، بنخلي الحمام النضيف بس اللي عندنا، نتذكر البوز ده هنجيب له انت، نخلي يعني ايه هننظف الحمامتين اللي عندنا. فناس بتقول انت سيبهم ومش سيبهم، والله العظيم لسه انا زهقت من النش والحمامتين بيركنوا، وغير ان هما بيركنوا يعني بيزهقوني اصلا. النش مش اللي هو النش، اليومين دول اليومين دول اصلا يومين مش نش، يومين فرخ، جو حر والشمس والحمامتين هيشخوروا من الشمس. اما يجي حتى موسم النش نبقى النش ان شاء الله، والعين دي هنجيب فيها جوزه ان شاء الله، جوزه حمام بس مره مع مره يعني، كوش جوزه كشك، كشك امري، حمام اللي هو ايه مش هيبقى طويل قوي ان شاء الله. والعين دي هنملاها ان شاء الله، كل ده هيتملي وهنظبط الدنيا. واهم حاجه انت لو وصلت لغايه هنا بقول لك اللايك والاشتراك في القناه، عشان ايه غيرك يوصل له الفيديو ويستفاد. الناس اللي بتقول لي ازاي كشك عامل ايه، الحمد لله باكلوه وشربوه، الحمد لله الحمد لله. ده يعني دماغه ضايعه خالص. ماشي نتذكر يا ولد، يا تعال تعال تعال، هيبدأ ان هو يلعب معايا بس مرة مع مرة، هو خايف بس لسه. ماشي نشيل بردك الاكل من عند دول. اللواحم الجمعة اللي بقى اللي هي بكرة، لا اللي بعدها هنبيعهم تمام. ننزل بردك بيهم السوق ونشوف بردك لو معانا الازرق قطيفة بتاع حمامتين تاني. بس اللي احنا هنبيعهم ذكر الزغلول الغزار اللي هنا، وذكر الزاجل والزغل كلها، والدكرين دول والانجليزي. معلش بقى انا كل شويه اعيد لكم، بس عشان في ناس بتقول لي ايه انت هتبيع الكركان دي بتاع اللي انا طلعته في الفيديو، هبيعه هنزل بيه بكره سوق السيده عائشه. عايز هتنزل بكره، مش عايز تنزل عادي مفيش مشاكل، كده كده ننزل وهبيعهم. واهم حاجه لو وصلنا لغايه هنا، انتوا زهقتوا معلش انا اسف، بس صلوا على النبي بس عشان ايه تكسبوا حسنات تمام. وتاني زهقناكم في عيشتكم كل شويه نعيد الفيديو، معلش في حصوه شغاله وحصوه مش شغاله، هي دي شغاله والتانيه لا. يلا دول كده كده اصلا مش هطيرهم تاني عشان بيركنوا بردك، الحمد ده كله بقى بيركن وباظ. انا مش هطير تاني، انا مش هطير حمام تاني، خلاص خلينا كده في الفرخ. يعني الفرخ حلو يعني مش وحش وبيكسب اهو يعني، بس ما فيش حمام بيكسب عامة، الحمام ما بيكسبش عشان تبقوا عارفين، لكن في ناس بتكسب منه. هتقول لي ما فيش يعني ما فيش حاجة اسمها كده، هقول لك أنت ما بتفهمش في الحمام. الحمام بيكسب مش بيخسر، في حمام بيكسب وفي حمام بيخسر. أنت لو جبت قص لحم وشوف مهما يعملوا وبتاع وهيعمل، ممكن ما تكسبش منهم. أنت هتجيب قص يا اسطى صوافة، قص نضيف تجيبه بألف جنيه يطلع لك زغليل بألف جنيه تأكلهم. يعني الحمام بيكسب مش بيخسر، وفي ناس بتقول لك لا ده بيخسر، وفي ناس بتقول لك لا ده بيكسب، الاتنين على حسب انت دماغك ماشية ازاي. ولو وصلت لغاية هنا اللايك والاشتراك في القناة، ويلا سلام.